عين الأردن سفيرا جديدا له في قطر اليوم في خطوة باتجاه عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد عامين من سحب عمان سفيرها تضامنا مع دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة. وجاء في مرسوم ملكي أن زيد اللوزي وهو دبلوماسي مخضرم وأمين عام وزارة الخارجية اختير سفيرا جديدا للأردن في قطر. معنا من عمان مراسلنا ليس الجبور، ليس يعني البعض اعتبر أن هذا التعيين أو تأكيد هذا الترشيح للوزي هو تحول في سياسة الأردن تجاه قطر، وربما تحول أيضا عن التضامن مع الدول العربية التي قطعت أو تفرض حصارا على قطر. كيف هو الفهم أو التفسير من الخارجية الأردنية؟ نعم نجلاء، واضح أن هناك إعادة تموضع لربما بدليل على الخطوات الجديدة التي تمارسها الخارجية الأردنية. هناك تقارب أردني قطري وتقارب أردني تركي في مختلف المجالات، خاصة في موضوع الأمور الاقتصادية والتجارة والصناعة. ما بين عمان والدوحة تحديدا لربما بدأت الأمور تعود إلى ما كانت عليه قبل عامين، قبل أن يتخذ الأردن قرار التخفيض الدبلوماسي إثر الأزمة الخليجية، بعد أن أعلنت الدوحة أنها ستقوم بتشغيل 10,000 أردني في قطر، وبعد أن أعلنت أنها ستقوم باستثمارات في عدة مجالات من أهمها لربما السياحة والزراعة. اليوم نتحدث أن هناك ردود فعل قوية في الشارع الأردني، كلهم يتحدثون أنها بادرة خير قامت بها الخارجية الأردنية، بادرة خير على الشعبين الأردني والقطري، في إشارة إلى أن هناك لربما مصالح ستكون خلال الأيام القادمة أو ستعلن بعد يعني هذا القرار. القرار صدر خلال يعني الأيام الماضية، لكن اليوم جاء فعلا الصدور بشكل رسمي في الجريدة الرسمية بعدما صادق العاهل. أي والآن يعني الأمور اللوجستية تنتظر أن يكون هناك يعني استقبال للسفير القطري إلى عمان وخروج زيد اللوزي السفير الأردني مباشرة إلى الدوحة لتعود الأمور. لكن العلاقات خلال العامين الماضيين نجلاء لم تنقطع بين عمان والدوحة، لكن بالفعل كانت العلاقات يعني متمثلة بتمثيل دبلوماسي يوصف بغير رفيع المستوى. ذكرت ليث يعني قطاع الصناعة وبعض الاستثمارات، أيضا كان هناك كلام عن قطاع التعليم يعني فيما يتعلق بالطلاب الأردنيين في قطر، هل لك أيضا أن تشير إلى بعض القطاعات الأخرى التي يمكن أيضا أن تعود يعني إلى سابق عهدها قبل سنتين؟ بالفعل اليوم نتحدث عن يعني توقعات بأن تزيد الأعداد، أعداد الأردنيين العاملين في قطر عن الأعداد التي كانت خلال الأيام الماضية، خاصة أن الدوحة يعني تعتبر وجهة مميزة صراحة للأردنيين خاصة في قطاع التعليم كما أشرتي. اليوم الاستثمارات القطرية التي ستتم في عمان وفي في العاصمة أو في المحافظات الأخرى يعني تقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار، وهذا لربما سيشغل أيدي عاملة أردنية كما قالت وزارة الخارجية في بيانها. وخلال الفترة الماضية كان هناك يعني شكر رسمي من قبل العاهل الأردني للشيخ تميم آل ثاني بهذه المنحة القطرية التي بالفعل ربما تساعد الأردن اليوم على تجاوز بعض التحديات والأزمة الاقتصادية التي يمر بها. شكرا جزيلا لك ليث الجبور مراسلنا من عمان.